أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من لبنان اليوم. تنطلق بعد غد المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع، حيث يتوجه نحو 627 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أكثر من 1000 بلدية وأكثر من 3000 مختار، وسط حماية من 20 ألف عنصر من القوى الأمنية. من جهة ثانية، مرت جلسة مجلس الوزراء أمس بهدوء واقتصرت على مناقشة قضايا عادية، مع العلم أنه كان يفترض مناقشة موضوع جهاز أمن الدولة خلال الجلسة، لكن بدا وكأن هناك توافقا ضمنيا على إرجائه إلى ما بعد الانتخابات البلدية في بيروت. ملف الانتخابات البلدية إضافة إلى التطورات في سوريا والمنطقة نتناولها مع ضيفنا رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي دكتور محمد سلهب. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. أهلا فيك وبالمشاهدين. أهلا فيك. كما ذكرت في المقدمة، بعد غد تنطلق الانتخابات، الحلقة الأولى من الانتخابات في بيروت والبقاع، الحلقة الأخيرة ستكون في الشمال، الأحد الأخير من الانتخابات في الشمال. صحيح. أو حضرتك يعني من طرابلس، هل بدأ السباق الانتخابي الفعلي في طرابلس أم أنه يعني هلأ تركين المجال للانتخابات، لحماوة الانتخابات البلدية في زحلة والبقاع؟ لا، الحقيقة المشهد البلدي بكل لبنان يعني اليوم مفاجئ، يعني منه كتير تقليدي، بمعنى أنه أول شيء المبدأ العام اللي مفروض أنه نرجع نذكره أنه التوافق شيء ورفع اليد عن العمل البلدي شيء آخر، وهذا نعم. بينطبق على كل البلديات. نعم. هلا تحديدا بطرابلس مثلا، اذا بناخذ بطرابلس بنلاقي انه لا، لحديت هلا بعد في يعني عم فتشوا عن رئيس بلدية، صار تم طرح كذا اسم ومن ثم يعني عدم المشي في سحبهم لهالاسامي. لحديت هلا ما في الا لائحة وحدة اعلنت عن نفسها. من هي هذه اللائحة؟ لائحة بطرابلس هي اللي أعلنت عن نفسها، بس كل المجتمع المدني، لائحة المجتمع المدني نعم طارح لائحة. بس إذا بناخذ يعني اللي عم بيصير بعدين، إنه عم بيحكوا لنا بالتوافق على التوافق لمصلحة العمل البلدي، لا، اللي عم بيصير إنه التوافق بين هو منه لمصلحة العمل البلدي، وأكبر دليل إنه الحديث هلا صاروا طارحين عدة أسامي لرئاسة البلدية، وهالأسامي كلها عم تنسحب. يعني هيدي معناتها أنه ما عم ينترك مجال لفعلا يكون في عمل بلدي صحيح. يعني التوافق مجال مفتوح للتوافق السياسي يعني، لا وهناك يعني خلاف، لا يعني ما عم بيعطوا المجال أنه يكون في عمل بلدي يعني عنده استقلاليته بالنسبة لباقي المجالات، وخصوصا بالنسبة للمواقف السياسية. اليوم العمل البلدي هدفه إنمائي، مفروض انه فعلا ينعطى هالمساحه لحتى يقيها، وهالمساحه يعني نوع من الاستقلاليه للعمل البلدي، هذا ضروري انه يتطبق، وهذا بيتطبق بالواقع ايمتى؟ مش لما كل ساعه بنطرح اسم لا يكون بالبلديه او برئيس البلديه ومن ثم بنغير هالاسم. هيدا منه دليل، يعني منه دليل بدل بيأشر على انه نحن رايحين نحو عمل بلدي مستقل، ونحو عمل بلدي فعلا عنده يعني من شيل اليد عنه. يعني هذا ما يؤكد دخول السياسة في الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس أيضا. في طرابلس أيضا منيح أيضا، لأنه كمان هلا إذا بنأخذ على المشهد العام، تسيست المعركة على ما يبدو يعني وين ما كان، ليس فقط يعني في الشمال. هلا إذا بنأخذ المشهد العام، إيه منلاحظ أنه أول شيء في فرقاء عم تتآلف بمحل، يعني عم بيصير في اتفاقات توافق بمحلات، من بين في فرقاء منها متفقين بين بعضها، يعني من بين فرقاء في كتير أمور بتفصلها، وأمور أساسية يعني أمور منها سيادية، رح نحكي عنها هذه التحالفات، أمور منها سيادية. يعني شو معناتها التحالفات؟ بس على العمل البلدي؟ طيب إنه شو يعني العمل البلدي ما بده توجهات سياسية؟ لا بلا، بده الإنماء له سياسات إنمائية، ومفروض إنه التوافق عليها. لما بيكون التوافق على المبادئ شيء، ولما بيكون التوافق على يعني على الوصول إلى المراكز شيء تاني، لأنه بالحالة التانية التوافق يعني المحاصصة، والمحاصصة هي اللي بتضرب العمل البلدي. ما بعد في تجانس يعني داخل المجلس البلدي؟ إيه، وشو يعني بصير الاتفاق؟ الاتفاق هو على أخذ الحصص يعني ساعتها فقط. لا شك بنرجع بنقول إنه التوافق شيء ورفع اليد عن العمل البلدي شيء آخر.
هلا اذا بنستعرض مثلا يعني اذا بناخذ بيروت مثلا وزحله اللي نقف كيف يعني التوافقات عم بتصير بشكل مفاجئ، هون عم بتصير في توافق وهون ما عم بيصير في توافق. كمان شيء ملفت انه احد الفرقاء الاساسيين حزب الله ما له منه عم بيدخل بشكل مباشر بهالمعركه. كمان هون سؤال، ليه برايك هل هو مهتم بالامور السياديه فقط وبيعتبر انه الامور غير سياديه؟ اليوم اهم تشغله اكثر من الانتخابات. معقول هالحكي شو يعني الباقيين يعني باقي الفرقاء السياسيين منهم مهتمين بهالامور الاهم ولا شو؟ ولا هيدا منه يعني من صلاحيتهم؟ امر مختلف، حزب الله اليوم لديه وجود في سوريا ولديه قضايا اخرى كبيره يعني يعمل عليها. ما عندهم اهتمامات سياديه مثل حزب الله؟ شو رايك حضرتك؟ هيدا السؤال بينطرح اليوم بهال يعني كتيار المشهد البلدي، المشهد البلدي بيدعي لانه يطرح السؤال. يعني طيب اذا نحن منا متفقين سياديا على شو بدنا نتفق؟ طيب العمل الانمائي جيد جدا، وانما اذا ما في برامج انمائيه، اذا ما في خطوط عمل انمائيه، طيب شو عم يتفقوا؟ يعني تيار المستقبل دخل بقوه في هذه الانتخابات وتحديدا في بيروت من خلال يعني اطلاق لائحه البيارته. صحيح، هلا في كثير اشخاص يعني هيدي طبعا رح نحكي مفصلا، نرجع انتخابات زحله وبيروت. نعم دكتور سلهى، بالنسبه للتحالفات في الشمال يعني كيف سترسو هذه التحالفات؟ لحديث هلا رح يكون في اتفاق بين الرئيس الحريري بين تيار المستقبل بين الرئيس ميقاتي، الوزيرين الصفدي، الوزيرين السابقين الصفدي، ماذا ايضا عن النقمز؟ يعني كيف سيكون هناك قد يحصل هذا التوافق؟ قد يحصل هذا التوافق ايضا الوزير فيصل كرامي، قد يحصل هذا التوافق، وانما الاهم هو شو معناته هالتوافق. شو معناته هالتوافق؟ يعني اليوم يعني احد الاشخاص كان عم بيقول لي انه مثل ما بتعرفي تم النقد لتسمية اللائحة ببيروت لائحة التوافقية لائحة البيرتي. ليه؟ هلا الشخص اللي كان عم بينقد قال لي انه شو هالاسم هيدا اسم، قلت له لا اسم فولكلوري محبب، يعني انه اسم محبب فعلا يعني فولكلوري محبب بيرتي فعلا. ايه قام جاوبني قال لي يا ريتهم سألوا الاستاذ زياد رحباني، قلت له ليه؟ قال لي لانه بيعرف هو بالفولكلور وبتجدد الفولكلور. قال يمكن كان قال لهم يسموها لائحة نزل السرور، انه فيها كل العالم مبسوطة. يعني تبع شو يعني؟ قال لي يا ريت اخذوا اسم بالنسبه لبكره شو، انه يطلعوا شوي لقدام بالمستقبل شو. يعني كمان لفتتني ايضا ليس فقط في بيروت، في مختلف المناطق هناك اسماء يعني مميزه صحيح اطلقت على اللوائح. صحيح ايه بس انه يعني اخر شيء العمل البلدي بده برامج، العمل البلدي مش مجرد انه تسميات، بده برامج وبده كمان يعني قوى من المجتمع المدني تحمل هالبرامج، كفاءات يعني كفاءات وتواصل مع المجتمع يعني. تؤيد وصول لشخصيات من المجتمع المدني يعني في اللوائح التي نزلت يعني ضد اللوائح التوافقية للأحزاب السياسية؟ نحن منأيد وصول الكفاءات اللي حاملة مشيرية سواء كانت سياسية أم غير سياسية أو خصوصا إذا منا سياسية، نحن منأيد وصول الكفاءات اللي عندها مشيرية. لا شك أنه المجتمع المدني في لبنان، المجتمع المدني في طرابلس، في بيروت يسخر بهالشخصيات اللي عندها كفاءات واللي حاملة مشاريع. نعم يعني ما في أدنى شك. وبرجع بقول يعني ما مفروض أن يكون التوافق يهدف إلى يعني الحد أو تقزيم هالبعد، لا لا، بل أنه التوافق مفروض أنه يكون في توافق على أنه يتركوا المجال لهالشخصيات لهالكفاءات أنه تشتغل فعلا بمدى كبير كتير، لأنه هذا آخر شيء بيصب بمصلحة الجميع، بما أنه بيصب بمصلحة المدينة أو بيصب بمصلحة البلد. يعني تخشون في طرابلس من أن يعني تجتمع الأحزاب والقوى السياسية الطرابلسية في لائحة واحدة لكن من اتجاهات سياسية وأحزاب سياسية خليني مختلفة، ثم أن يعودوا وينقسموا داخل المجلس البلدي؟ نحن بطرابلس عندنا تجربة مريرة مع التوافق. يبذكر أنا أنه اللائحة الانتخابية سنة 2009 كانت لائحة توافقية، كانت مؤلفة من الفرقاء يلي هن تيار رئيس ميقاتي، المستقبل، الوزير صفدي، كليتهم اجتمعوا. طيب هالتوافق أول شيء ما قدر يحمي الحكومة، يعني الحكومة بسنة 2010 طارت وإجا بدل الرئيس الحريري إجا الرئيس ميقاتي رئيس وزراء. يعني أول شيء هالتوافق ما كان، ما عطى مفعول سياسي.
ثاني شيء هالتوافق وهذا يعني الاخطر، ما كان المفروض يجي بوقت الرئيس ميعاد اللي هذا الاخطر بالنسبه لي. هلا انا الاخطر بالنسبه لي انه هالتوافق اللي صار بطرابلس سنه 2009 ما حمى طرابلس من المتفجرات جولات العنف وجولات العنف اللي اجت فيما بعد واللي سببت ب 2000 شهيد وعدد كبير من الابرياء اللي سقطوا ضحايا ان كان شهداء او جرحى بهالقصة. يعني طيب هالتوافق لوين عم بيوصلنا؟ كل مرة عم بيوصلنا على فشل خطير لبل على وضع متفجر. نحن اليوم إذا بده يكون التوافق بهالشكل منقول لا شكراً، أما إذا التوافق بشروط منبحثه. ما هي هيدي الشروط؟ أولاً أنهم يكفوا اليد عن العمل البلدي كعمل بلدي، هيدا هو التوافق. التوافق مش أنه والله بدنا ناخد نحن بدنا نسمي كل شيء، يعني اليوم أبداً منه مؤشر جيد أنه يتم تغيير تسمية رئيس البلدية عدة مرات بظرف أسبوع. هيدا مؤشر كتير عاطل للمستقبل. بس ليه بحد ذاته دكتور سلام ما عم بيكون في اتفاق على رئيس البلدية؟ يعني هل كل تيار سياسي أو جهة سياسية تريد أن يكون رئيس البلدية لجهتها؟ لأنه يعني هيدا الخلاف على هيدا الشيء، يمكن ما في اتفاق على الأساس. يعني هون المشكلة بالتوافق اليوم أنه فرقاء سياسيين عم بيتوافقوا بس منهم متفقين بالأساس على الأسس السياسية اللي هنو ماشيين فيها. من هون برجع بقول في ضرورة لإعادة تصويب الأمور بشكل صحيح. اليوم مفروض برجع بقول نحن اليوم بخضم المعركة البلدية أوكي، بس ما بيمنع أنه هالتوافق ما في إلا ما يطرح السؤال، طيب أنتوا على أي موافق على أي مواقف سيادية متفقين؟ هل حليتوا المشاكل السيادية اللي موجودة واللي مطروحة اليوم؟ أنه نحن رئيس البلدية نسينا أنه ما عنا رئيس جمهورية، نسينا أنه عنا مشاكل إن كان بالتمديد للمجلس النيابي أو لأي شيء. أنا ماني عم بطرح الأمور لحتى أنه قلل من قيمة الانتخابات البلدية، وإنما عم بقول إذا بتريدوا توافق لكف اليد عن العمل البلدي، لرفع اليد عن العمل البلدي، مش توافق للمحاصصة البلدية. أمر جيد. بحال حصل هذا التوافق وصار في لائحة بطرابلس نسميها لائحة طرابلسية على شكل لائحة بيروت البيرتي، خلينا نسميها لائحة نزل السرور. بحال صار في هذا التوافق وجمعت لائحة واحدة الأحزاب الطرابلسية في طرابلس، هل ستأخذ معركة ضد على أي أساس؟ ضد لائحة على أي أساس بدهم ينزلوا سوا لحتى يختلفوا بعدين، ولا لحتى يعطلوا عمل المجلس البلدي، او لحتى يجيبوا رئيس بلدي مكفوف اليد؟ الجميع لهم وجود ولهم الحق ايضا في ان يكونوا متفقين على يشتغلوا سياسي. بنرجع بنقول يا اخوان انتم يا احزاب انتم يا سياسيين روحوا انتخبوا رئيس جمهوريه، روحوا اعملوا قانون انتخابات واتركوا البلد يمشي، اتركوا البلد يعيش، مش انه تحطوا ايد يعني مش تعطلوا. انتم ما بتشتغلوا شغلكم وبدكم تعطلوا شغل غيركم، ما بيصير. هذه اللائحة، نرجع لسؤالي دكتور سلهب، في حال صار التوافق على هكذا لائحة أنا بسأل على أي أساس؟ على أي أساس؟ طبعاً، وعلى أي برنامج وبأي أهداف؟ ضد من ستخوض هذه المعركة؟ نعم، بحال صار هذا التوافق في أيضاً هناك شخصيات من المجتمع المدني ستخوض أيضاً المعركة ويبدو أنها مدعومة من الوزير أشرف ريفي. أنا لما بحكي عن كف اليد نقصد الجميع، مش ما عم بقول والله هالفريق أو هالفريق. خلينا نحترم كل خصوصيات كل مؤسسة وخصوصيات كل قطاع، مش أنه ندخل كل شيء بكل شيء وما نعمل شغلنا. أنا ما بشتغل شغلتي بس بدي أدخل بشغل غيري، ما بيصير. دكتور سلام، يعني اليوم كيف هو يعني وضع القاعدة في طرابلس؟ جمهور تيار المستقبل يعني هو بعيد عن جمهور الوزير أشرف ريفي أم أنهم ما زالوا يعني جمهورا واحدا؟ هل دخل التقسيم يعني بينهم أم ماذا؟ هلا أنا بقول ما مفروض هالسؤال هو اللي يكون مطروح، وإلا حنستعمل البلدية لنعمل سونداج للي بده يصير بعدين. مش هذا هدف الانتخابات البلدية، مش هدف الانتخابات البلدية إنه تعطينا سونداج عن اللي بده يصير بعدين، لا، هدف الانتخابات البلدية إنه توصل كفاءات للعمل البلدي، مش إنه والله يتم انضوائها واعتبارها نوع من البروفا للانتخابات السياسية اللي بدها تجي بعدين. منكون فشلنا العمل البلدي مسبقا. طيب العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي اليوم كيف هي؟ خصوصا يعني إذا بحال يعني تم التوافق على لائحة واحدة. شو برنامجهم؟ هن بدهم يطرحوا، مش نحن اللي بنطرحوا عنه.
هن اللي بدهم يطرحوا برنامجهم، برنامج توافقهم او برنامج اختلافهم، يعني على الحالتين، مش نحن اللي بدنا نطرح عنهم. لكن امر جيد، ما بيحق لنا امر يعني. جيد يعني دكتور سلهب ان تعود العلاقه كما كانت، يعني تعود الامور الى مجاري. الله يقرب القلوب بين كل العالم. لربما كانت الانتخابات البلديه والاختياريه يعني محطه. طب ليه اختلفوا قبل؟ محطه. طب ليه اختلفوا قبل؟ في ظروف سياسيه بتعرفها والكل بيعرفها. وهلا شو صار يعني. شو صار لحتى هن يفسروا لنا؟ بس لانه ليه اختلفوا قبل؟ اختلافهم كان يعني دفع ثمنه غالي. طرابلس دفع الثمن غالي، الاختلاف بين الرئيس مئاتي والرئيس الحريري. نعم. ما بيصير هالحكي، بدنا نعرف ليه. انه هيك والله في اليوم بنحب بعضنا وعبكره، طب وعبكره شو بده يصير؟ لا لا، ما هيدي اسس العمل السياسي والتحالفات السياسيه، مش هيك. لذلك يعني نقول ربما كانت هذه هي المحطه انطلاقة يعني لإعادة جمع الرئيس القاضي والرئيس الحريري. ما قلت تكون محطة، لما بنقول محطة يعني هي بدنا نسخرها لبعدين الاستحقاقات اللي منها. هي الاستحقاق البلدي هو استحقاق بحد ذاته، هو هدف، وهدفه أنه يوصل كفاءات إلى المجلس البلدي للقيام بالعمل الإنمائي اللي بتحتاج له كل مدينة وكل قرية. هيدي هو الانتخابات البلدية، نقطة على السطر. أما لما بدنا نجي على البي ولا بدنا يدخلوا السياسيين بهالعمل، يعني عم بيفشلوا مسبقا العمل البلدي. يعني حضرتك ضد تدخل السياسي في العمل طبعاً البلدي اليوم؟ طبعا طبعا. يعني طيب يا أخي، إذا كانوا هالقد قبضيتي يروحوا يعملوا شغلهم. شو شغلهم؟ ينتخبوا رئيس جمهورية. شو شغلهم؟ يعملوا قانون انتخاب. شو شغلهم؟ يعملوا القوانين اللي لازمت لنا قبل ما يتدخلوا بشغل غيرهم. طيب بدأنا اليوم باستحقاق البي، استحقاق جيد يعني أيضا له أهمية لناحية السلطات المحلية، يعني في كل منطقة يجب أن يكون هناك سلطة محلية، ومنها ننطلق إلى الانتخابات الأوسع، الانتخابات النيابية وأيضا لا لا الانتخابات الرئاسية. لا لا، ما هيك بتصير. منا كمالة السلطات البلدية منا سياسية بالمعنى يعني منا سياسية بالمعنى البحث للكلمة، لكنها سلطة ألا محلية، ألا بعد سياسي لا شك، بس بعد السياسي هو إنمائي، يعني اختلاف على سياسات إنمائية. بينما اليوم المشكلة المطروحة في لبنان هي اختلاف على سياسات سيادية. طيب ما ندخل السياسات الإنمائية بالسياسات السيادية ونروح السياسات الإنمائية بحجة السياسات السيادية. هذا اللي عم نقول أنه ما مفروض يصير. يعني تجد أنه الإنماء ما زال بعيداً جداً عن طرابلس، لا أحد يعمل من أجل إنماء طرابلس. حسب فيهم يعملوا لإنماء طرابلس. اليوم إذا بتجينا ليستة من المجتمع المدني فيها الكفاءات الكافية، أنا على يقين أنه العمل المائي بيكون بطرابلس بشكل جيد جداً. طيب نحن عنا مثل، خلينا نقوله، بلدية جبيل. شوفي كيف عم بيصير الشغل ببلدية جبيل. رئيس البلدية عم بيقول لهم للسياسيين، نحن اهلا وسهلا فيكم بس بشرط انه تلتزموا بخط البلديه. هذا كلام يختلف. يعني شو معناتها الحكي؟ معناتها انه ما عم بيقول لهم انه والله تعوا خذوا البلديه لحتى تشوفوا شو بدكم تعملوا بالانتخابات النيابيه او بالانتخابات ما بعرف شو، لا، عم بيقول لهم اهلا وسهلا فيكم ضمن سياسه البلديه. حتى لو كانوا من يعني من اي طائف كان، هذا اللي سمعته، او احزاب مختلفه، ايه، من اي طائف كان، بس بشرط الالتزام بمشروع البلدي، المشروع البلدي اللي حاملته هالفريق العمل اللي حامله واللي على اساسه عم يشتغل. يعني فينا نقول اليوم انه الشارع الطرابلسي يؤيد وصول شخصيات ولو كانت من المجتمع المدني، شرط ان تكون متجانسه وتعمل فقط لانماء المدينه. اكيد، وما بس هيك، هذا حديث السياسيين، وانما ما بيكملوا بالحديث، يعني بيقعدوا بيغيروا لي برؤساء البلديه. شو هالحكي هيدا؟ بيغيروا برؤساء البلديه، يعني ما عندهم السلطه، يعني السلطه منها موجوده هون، ولا السلطه البلديه موجوده محل ما انهم هن رايحين. يعني شو قالوا؟ نحن حنتوافق على رئيس ونتركه يشتغل. طيب اذا صاروا مغيرينه ثلاث مرات، شو تركوا له سلطه لحتى يشتغل؟ يعني ربما كل فريق سياسي يريد ان يكون رئيس البلديه من جهته ومن فريقه. طبعا شو متوافقين لك؟ على شو متوافقين؟ يعني بدنا نعرف، في شيء اسمه منطق، في شيء اسمه تسلسل بالافكار. طيب يا انه بدنا نطلق العمل، بدنا نطلق يد العمل البلدي، نطلق يد العمل البلدي، يعني بدنا نعطيه صلاحيات. نعم. من هالصلاحيات انه يا اخي الرئيس بيقدم مشروع، وبعدين ما بيمنع انه يصير في انتخابات، ما بيمنع انه يصير في تنافس للوصول الى رئيس البلديه او الى المجلس البلدي، لا لحتى ما يكون في تنافس. بس التنافس له موقعه، وموقعه وله برامجه اللي هي برامج
بلدية وموقعه اللي هي موقع البلدية. طب التحديات اليوم، أبرز التحديات التي ستكون أمام المجلس البلدي الجديد في طرابلس؟ كثيرة كثيرة، تحديات إنمائية كبيرة، تحديات بالتعامل مع الواقع. نحن اليوم طرابلس هي أول مدينة بالفقر على البحر الأبيض المتوسط، يعني حد الفقر 60 أو 62%. هذا شيء غير مسبوق بتاريخ صحيح. طرابلس اليوم وضع شبابنا كتير عاطل، وضع شبابنا عم بيعانوا من أزمات اقتصادية وعم بيعانوا كمان من أزمات اجتماعية ونفسية، ما بيقدروا يكملوا هيك، ما بيقدروا. كل عمرنا نحن بطرابلس، نحن وأولادنا كان عنا اعتزاز بالانتماء إلى طرابلس. هالاعتزاز مفروض نرجع نعيد انتاجه. هذا اعتزاز قائم على شو؟ قائم على عمل بلدي، قائم على عمل مؤسساتي، قائم على وضع اقتصادي، قائم على وضع اجتماعي. هذا كله بدنا نرجع نفعله، بدنا نرجع نفعله إن كان بالعمل البلدي وأيضا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وطبعا بدنا الدولة كمان تشارك بالمساعدة. نحن طرحنا من سنة ونص أو سنتين، وحتى عندك ست سهى، أنه يكون في مجلس إنماء الشمال مثل ما في مجلس إنماء الجنوب. مجلس الجنوب ليش ما عندنا صندوق الشمال؟ نحن ليه ما عندنا صندوق الشمال؟ هذا ضروري لحتى نرجع نفعل هالحياة البلدية اللي هي بدها ترد على طموحات وحاجات هالشابات وهالشباب اللي عندنا إياهم واللي عم بيجوا يعيشوا أوضاع صعبة جداً. مع أنه يعني طرابلس فيها نخب يعني وشخصيات مهمة صحيح. جداً من السياسيين والمتمولين، يعني لماذا بقي الوضع؟ يا ستنا هذا أكبر دليل. كأن كانوا ثلاث شباب اللي انطرحوا كرؤساء بلدية، وثلاثتهم نخب، وثلاثتهم ما في منه. نعم. ليه عم بيعملوا معهم هيك؟ ليه عم بيعملوا معهم هيك؟ بس انت قوم وانت عود. شو هالحكي هيدا؟ ما زال الوقت مبكرا للانتخابات، يعني بعد في يعني اخر جوله هي رح تكون بطرابلس. بدهم يوصلون يعني منهكين. يعني بدهم يوصلون منهكين. كل انتخابات بلديه الجميع يتعب بها يعني. شو انه بدهم يوصلون منهكين ما طالع بيدهم يعملوا شيء؟ لا مش هيك بصير الشغل. رح نتابع معك بهذا الحوار دكتور سلهب بعد هذا الفاصل. محطة اعلانية ونتابع. اهلا وسهلا. نتابع حوارنا مع رئيس تجمع الدستور الديمقراطي الدكتور محمد سلهب. دكتور سلهب، قبل الفاصل اللي حكينا عن الانتخابات البلدية والاختيارية، البلدية ما حكينا عن الاختيارية في طرابلس، كمان معركة محتدمة جدا بين الاختيارية معركة مهمة جدا، لأنه الحياة المخاطير يعني هن الحياة اليومية، الحياة صحيح. العملية للشعب. نعم. أي واحد بده إخراجات، أي معاملة، أي معاملة. لا شك أنه الاختيارات الانتخابات الاختيارية إلى دور أساسي. هلا ما ان شاء الله الامور تنطرح فيها بطريقه اسلم من اللي عم بيصير بالبلديه. نتمنى انه يكون فعلا في تعاطي اسلم بهالشخص. على كل القرب بين المرشح وناخبينه بيخلي انه الا تاخذ طابع يختلف شوي صغير. نعم. طيب ننتقل للانتخابات البلديه في بيروت، ومن بعد كمان نحكي عن الانتخابات في البقعه وتحديدا عن زحله. في بيروت كيف تجد، كيف ستكون المعركه برايك دكتور سلهب؟ هناك تكافؤ يعني بين اللوائح الموجوده، خصوصا بين لائحه البيارتي ولائحه بيروت مدينتي. هلا لا شك انه في مطروح مشروعين ببيروت، في مشروعين مطروحين. اليوم الناخب قدامه مشروعين عم ينطرحوا وعنده إمكانية الخيار. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم، أمر صحي وأمر طبعا أمر صحي وأمر ديمقراطي صحيح. هلا شو النتائج؟ نحن مفروض ننطلق من مبدأ إنه ما مفروض نعرف النتائج مسبقا. إذا منعرف النتائج مسبقا يعني عم نغيب الخيار للناخب، حتى ولو كان التأل السياسي موجود يعني ودعم تيار المستقبل يعني من الأحزاب للائحة. المعركة منا سياسية، المعركة بلدية إنمائية، منا والله ما فينا يعني ما فينا نخفي إنه السياسة دخلت حتى يعني بهذه الانتخابات. هذا اللي عم نقوله، هذا الغلط. ما مفروض تدخل السياسة حاليا. اليوم إذا بناخد السياسة بلبنان شو مشاكلها بتتلخص بشغلتين أو ثلاثة. أول شغلة هي أسئلة سيادية، يعني كل ما يتعلق بصلاحيات الجيش اللبناني، رئيس الجمهورية، بانتخاب رئيس الجمهورية، بصلاحيات الفرقاء، في الواحد يحارب برات بلده ولا ما في حارب برات بلده، كل هالأمور هيدي مطروحة، وهيدي أمور سياسية بامتياز. هذا هو المشكلة السياسية حاليا اليوم في لبنان. هيدي منها مشكلة بلدية، وما فينا ندخل البلدية بهالمشكلة. المشكلة البلدية هي مشكلة إنماء المدينة صحيح.
عرفت علي كيف؟ نعم. إذا بدنا ندخل هاي بهاي ضربنا اثنين. صحيح دكتور سلهب، بس هيدا كمان ما بيخفي إنه الانتخابات البلدية اليوم هي أصبحت وكأنها تحدد الأحجام، يعني وكأنها بروفا للانتخابات النيابية المقبلة، يعني العام المقبل في حال حصلت. وهذا اللي مفروض نرفضه، مش مفروض إنه تكون الانتخابات البلدية تحديد أحجام، مش مفروض. المفروض إنه الانتخابات البلدية تحمل مشاريع لقدام، تحمل مشاريع لقدام. تقول والله أنا شايف هيدي المشاريع اللي ممكن إنه هالبلد مثلاً طرابلس اللي فيها حد الفقر بيوصل 62% كيف ممكن إنه نحارب الفقر، نحارب البطالة، نحارب التسرب المدرسي. هيدا هو الشغل، نشتغل لإقامة صندوق الشمال، نتعاون لحتى نقدر نحقق مشاريع إنمائية لهالبلد بحقيقتها، لإعادة طرابلس إلى وضع الطبيعي اللي هي عاصمة الشمال واللي فقدت هالموقع حاليا. كيف بدنا نردها لموقع عاصمة الشمال؟ هيدا هو هلأ المطروح بالعمل البلدي، مش المطروح انه والله مين بدنا ننتخب رئيس جمهورية وكيف بدنا نعمل تحالف لحتى، لا مش هيدا المطروح. طب في بيروت؟ نعم في بيروت، يعني الانتخابات في بيروت نفس المنطق، يعني نفس المنطق بيتطبق ببيروت بيتطبق بكل المحلات، مفروض يتطبق هيك. ما مفروض انه تكون الانتخابات البلديه بنرجع نقول بروفا لانه الى زيتيتها، واذا كانت بروفا يعني راحت زيتيتها، راحت اهميتها كوضع بلدي وكوضع انمائي. مع العلم يعني انه ايضا حتى التوافق في اي لائحه فيها الاحزاب، انه الاحزاب السياسيه والشخصيات السياسيه قادره هي ان ارادت يعني على تحقيق الانماء في اي مكان. والله لكن احنا بطرابلس ملوعين من كلمه توافق. لما توافقوا الرئيس الحريري والرئيس لما توافق تيار المستقبل مع الرئيس ميقاتي، النتيجه ما كانت يعني من افضل ذكريات مدينه طرابلس، لانه الظروف السياسيه التي كمان عاشها. ومين بيقول لنا ما بترجع الظروف السياسيه؟ يمكن اثرت ايضا على الوضع. ايه يعني معناتها انه التوافق ما بيقدر يرد على الظروف السياسيه، ما يحصن البلد من الظروف السياسيه. هو التوافق شغلته يحصن، ما بيحصن. لا بل بالعكس، نحن طرابلس مرقت بمرحلة من أخطر ما يكون بتاريخها بمرحلة التوافق وما بعد التوافق. ما بيصير نحن بطرابلس برجع بقلك ملوعين من كلمة توافق. يعني تجد أنه من الأفضل لو كل قوى سياسية أو كل فريق سياسي شكل لأحده حصل التنافس، شو ناقصه ويمارسوا الحياة الديمقراطية بشكل طبيعي على أساس برامج إنمائية. أنا يمكن اتفق، أنا يمكن اتفق بالأمور السيادية مع فريق، بس ما بتفق انا وياه بالامور المائيه، شو المانع؟ نعم. بالانتقال ايضا الى البقاع، حيث ايضا هناك تخاض يعني عده معارك انتخابيه بلديه واختياريه، وتحديدا في عروس البقاع في زحله. كيف تجد ايضا هذه المعركه؟ ستكون قاسيه جدا لجهه ايضا تحديد الاحجام، يعني هناك ثلاث لوائح، اكثر من ثلاث لوائح، انما يعني اللوائح الاقوى الثلاث، لائحه السيده ميريام سكاف، لائحه الكتله الشعبيه، لائحه التوافق بين الاحزاب، القوات اللبنانيه، التيار الوطني الحر والكتائب، اضافه ايضا الى لائحه الوزير السابق نقوله فتوش، والتي يراسها شقيقه موسى فتوش. نحن رجعنا قلنا لك اذا بدنا ناخذ الانتخابات البلديه لتحديد الاحجام السياسيه، يعني فشلنا العملية البلدية قبل ما تبلش، وفشلنا المجلس البلدي قبل ما يبلش. المجلس البلدي بده يهتم بالكفاءات، بده يهتم بالإنماء، ما شغلة مثلا المخاطير أنهم يهتموا بشكل مباشر بالإنماء، شغلتهم غير شيء. يعني ما نخلط كل الأمور ببعضها، كمان كل شيء له شيء. خلينا نحترم خصوصية و يعني لكل شخص شو بده يعمله، لا نخلط كل الامور ببعضها. المزاج الشعبي اليوم في لبنان سواء كان في طرابلس او في بيروت او في البقاع، المزاج الشعبي اليوم ما زال يميل الى الاحزاب السياسيه، ام انه يعني وبسبب الازمات والملفات التي نعيشها في لبنان سيبتعد عن الاحزاب ويتجه اكثر الى شخصيات المجتمع المدني؟ والله يمكن يفاجئنا المزاج الشعبي مثل ما عم تفضلي وبتقولي، يمكن يفاجئنا بهالانتخابات، ما بنعرف، ومفروض ما نعرف مسبقا. ننتظر الانتخابات. نحن بنعمل في لما بنعمل الانتخابات في شيء اسمه سريه الانتخاب، لا نعم. لا احترام الراي. صحيح. واحترام الراي بيمرق انه حتى قد ما اعمل سونداجات مش افرض وقول انه هذا اللي بده يصير لقدام،
لأنه إذا بعمل هالشيء بكون عم برفض أنه الرأي يكون عنده خصوصيته ويقدر يعطي بقناعة وبحرية ضمير شو هو مأمن فيه. لا، خلي كل إنسان يحط قناعاته ويشتغل بضميره ونشوف شو بتطلع النتائج بعدين. طيب دكتور سلهب، أنت يعني رفضت الفكرة التي تقول وأنه الانتخابات البلدية هي بروفة عن انتخابات النيابية. ما مفروض تكون هيك، إنما يجري العمل أيضا اليوم في لبنان وفي اللجان النيابية المشتركة أيضا على قانون انتخاب جديد، بعدما يعني اللجنة النيابية التي كانت قد شكلت على ما يبدو أنه ما كان في هناك اتفاق بالنسبة لقانون الانتخاب. بس اللجان النيابية المشتركة ستنجح في هذه المهمة؟ مفروض، بس القانون الانتخابي اللي عم يبحثوا فيه ما له دخل بالانتخاب البلدي، هيدا الانتخابات النيابية. لا، فصلنا هلا، ايه؟ بعدنا فصل. ايه هلا فيه. فصلنا على ايه؟ لا، مفروض انه يصير فيه، مفروض. وعلى كل هيدي خليني اقول انه يعملوا قانون انتخابات جديد، انتبهي، ما انه نحن بدنا نطلع شغله لننهي حالنا فيها وما نعمل اللي مفروض علينا. اليوم النواب اللي واجبهم هو انه يتوجهوا لانتخاب رئيس جمهورية. قبل استنى اي قانون انتخاب، هلا الاولويه لانتخاب الرئيس. اليوم بيقولوا لك، في ناس بيقولوا لك انه قبل، في ناس مثلا بيقولوا انه والله في بعض الصلاحيات لرئيس الجمهوريه ما حدا في يمارسها غيره، مثلا حق الرد لقانون. صح. طيب هلا في ناس بيقولوا لك انه لا، انا كان طرحي من زمان انه خلينا نسلم سلطات رئيس الجمهوريه الى المجلس الدستوري ونتوجه لانتخابات نيابيه، وهالانتخابات النيابية المجلس اللي بيطلع عنا، البرلمان اللي بينبثق عنا، هو اللي بينتخب رئيس جمهورية جديد. طيب أنا هذا حلي وهذا بعتقد هو الأفضل للواقع، بس هلا ما بيمنع إنه في آراء أخرى بتقول إنه لا، خلينا نقطع الانتخابات البلدية. يعني مثلا أحد الفرقاء الأساسيين بهالبلد بيقول إنه لا، نحن مفروض نتوجه لانتخاب رئيس جمهورية مع إمكانية إنه هالرئيس الجمهورية يستقيل أو يتم وضع حد لصلاحيته بعد الانتخابات النيابية، على أنه يكون له الحق أنه يرجع يترشح مرة تانية. هذا مثلا أحد طروحات الطرحة لقاء الجمهورية. كان في الطرح اللي طرح كمان بالفترة الماضية مسألة يعني مرحلة انتقالية ورئيس لسنتين. هلأ رئيس لسنتين، المشكلة بالرئيس لسنتين أنه فعلا مخالف للدستور. ما بس مخالف للدستور، وكمان عم بتحدي من صلاحيات رئيس الجمهورية. يعني شو بيقولوا، المدى التاريخي اللي بتاخده الرئاسة كمان له دخل بالصلاحيات. انت لما بيكون عندك رئيس لست سنين صلاحيته الفعلية بتكون شيء، ولما بيكون رئيس لسنتين صلاحيته الفعلية بتكون شيء تاني. اليوم في هيدي هالطرح منه مفيد، رئيس لسنتين تقطيع مرحلة خطيرة يعني يعيشها لبنان. ايه ما بيمنع. طيب في طرح تاني بيقول خلينا نحن نتوجه، خلينا ننتخب رئيس، نتوجه لانتخابات على ان يتم الطلب من الرئيس انه يستقيل او هو يتعهد بالاستقاله بعد سنه، او على انه يكون له حق انه يرجع يترشح. هذا طرح كمان معقول. انا برجع في طرح ثاني، انا هذا الطرح اللي اعتمدته من سنه ونص او سنتين، انه خلي نسلم سلطات رئيس الجمهوريه للمجلس الدستوري. صحيح، هذا طرحك كمان طرحته من عندنا هون عندنا. وبرجع بقول انه ما في خوف منا، ليه؟ لانه اساسا المجلس الدستوري ما حيقدر يعني يتلاعب بهالسلطه اللي اعطيته، لانه اساسا ما عنده كثير سلطات. نحن المطلوب منه المحافظه، مش المطلوب منه تفعيل سلطات رئيس الجمهوريه، لانه اساسا هلا بدنا نفعله، ما في رئيس جمهوريه. نحن مطلوب، نحن بس هلا في خطر انه نفقدها اذا بتطول، بينما لما بنسلمها. يعني بالفعل البعض تساءل انه هل من المعقول ان تحصل انتخابات بلديه في لبنان بدون وجود رئيس للجمهوريه؟ يعني هل هيدا الشيء اللي بيقدر يعمل انتخابات بلديه بيقدر يعمل انتخابات نيابيه وبيقدر يعمل انتخابات رئاسيه؟ شو هالحكي هيدا؟ يعني طبيعي، هذا الكلام مظبوط، هذا الكلام مظبوط. ايه طبعا كلام مظبوط. حضرتك عم تقول انه يعني في الوقت الحالي يبدو انه لا امكانيه لانتخاب رئيس. انا ما قلت هالكلام، ساعه اللي بدهم فيهم ينزلوا ينتخبوا رئيس، ساعه اللي بدهم، شو اللي منعه؟ نتيجه توافق داخلي ام اتفاق خارجي؟ طيب هالاتفاق الخارجي بنرجع بنقول بده يمرق عن اي طريق؟ بدهم يمرق عن طريق النواب، بدهم يمرق عن طريق الداخل. خلص شو بدهم فيها؟ ينزلوا وقلهم ما بدهم تو، بدهم يعني اتفاق خارجي وتاتي الكلمه. طيب اللي خلينا ناخذ عده امثال. لما اتفقوا بالدوحه، مين راح اتفق بالدوحه؟ اللبنانيه. نعم، كان فيهم يتفقوا بيروت،
الا اذا قتلت الدوحه كان لا بالبيروت الا اذا قتلت الدوحه ببيروت بيختلفوا ببيروت بيختلفوا بس تيجي طائره واحده بتجمعهم كلهم وبتاخذهم على خلوهم ببيروت مرتاحين عندك المصيف بياخذ العقل عندك الاوتيل بياخذ العقل ليش لحتى يكلفوا خاطرهم ويطلعوا لبرا ما منيحه بحقنا ما منيحه بحقنا يتفقوا هون طيب في طاوله حوار وموجودين على ايه وشو عمل يلا يتفقوا مين مسكوا ليه بدهم شيء يجي من برا لا يعني اذا انا بيقولوا لي شو المصلحه انا بقول اوكي بس مو مني شايف انا المصلحه يعني اليوم اختلفوا الفرقاء يعني خدي اذا بناخذ المأساة السوريه اليوم اختلفوا الفرقاء بعضهم اربع خمس سنين مع المجازر اللي بنعرفها مع الوجع والشيء منه طبيعي اللي شفناه شو طلعت النتيجه انه كل شيء هلا عم بيصير بقرار امريكي روسي يعني طلع القرار السياسي من المنطقة يعني نحن كل شيء عملناه هو أنه فرغنا القرار السياسي وحطيناه برات المنطقة هذا شغل يعني هيدا هيدي نتيجة الأزمة الرئاسية اللبنانية اليوم تنتظر قراراً أمريكياً روسياً أم إيرانياً سعودياً طيب هالقرار الأمريكي الروسي أو الإيراني السعودي وزيدي معهم المريخ المريخ تدخل مع السعودية وأمريكا وكله زيدي معهم المريخ لحتى يطلعوا رئيس جمهورية بلبنان هالرئيس الجمهوري كيف بده يطلع مش بانتخاب النواب اللبنانيين عندما ياتي يحصل هذا ليش ناطرين يروحوا ينتخبوا يشتغلوا حسب ضميرهم وحسب قناعاتهم وحسب مصلحتهم ليه ناطرين القرار البراني اخر شيء نحن عندنا منعزتنا يعني اللبناني عنده منعزته لا بدك تنطري بدك يعني انه تجيب لنا قرارنا من برا لانه يعني اذا في مصلحه اذا في مصلحه نرضى بس وين المصلحه لبنان اصبح على ما يبدو جزء يعني من كل الحرائق مين عملوا جزء مين عملوا جزء لا لبنان كيان لبنان عنده زيتيتو لبنان وطن شو هالحكي هيدا منو جزء لبنان وطن نعم يعني حضرتك هلا عم بتوجه الدعوه للنواب للنزول تفضلوا كل واحد يشتغل شغلته خلوا البلديه وعدم انتظار الاول خلوا البلديه تشتغل شغلته وخلي المجلس النيابي يشتغل شغلته وخلي كل واحد يشتغل شغلته ما الواحد ينط على شغله الثاني وما يشتغل شغلته طب طالما ان لبنان مرتبط يعني بازمات المنطقه دكتور سلب هل تجد انه مرتبط في شكل اساسي مع الازمه السوريه يعني بحال وجد الحل هو رابط حاله هن رابطينه هو رابط حاله ما حدا رابطه ما حدا جبره هو رابط حاله او بالاحرى القيمين عليه هن اللي رابطينه بحال حلت في سوريا سينعكس ايجابا على الوضع اللبناني هلا حسب اذا فعلا القرار منه من انا ما بتعرفي صاحب القرار شو بيطلع براسه انا ليه ما بحب انه نرتبط ببرا لانه ما في ضمانات بركي طلع معه صاحب القرار رأي انه والله مفروض نكسر لبنان لا سمح الله او انه طلع معه قرار انه مفروض والله لبنان نفقره في مصاري كثير لا ما عنده بترول خلينا نحن ناخده ليش رح ناخده ليه نحن بدنا قرار مستقل لحتى نحن ندير خياراتنا ونحن نتحكم بمستقبلنا مش يتحكموا فينا لشو القرار المستقل لشو الواحد بيعلق بيتعب لحتى يوصل لقرار سياسي مستقل شو بده بالشغله لا لانه فيها لانه هو الربحان اذا عنده هالقرار السياسي المستقل مش غيره نعم يعني كلامك معك حق 100% دكتور سلهب لكن يعني للاسف يبدو انه كل الازمات السياسيه اللبنانيه اللي عشناها وما زال نعيشها مرتبطه في شكل او باخر بكل ما يحصل في الاقليم و ايضا اقليم الخروب يا ريت اقليم الخروب الاقليم منطقه عزيزه على قلبنا على فكره شكرا في المنطقه كل يعني الاقليم المنطقه في الشرق الاوسط اذا بدك اوكي على كل شكرا لك دكتور سلهب انبسطنا بهذا الحوار اليوم نتمنى كمان نتشكر تلفزيون لبنان اللي فعلا على طول كان حامل شعله كبيره بهالبلد شكرا لك ونتمنى كمان يعني تحقق كل شيء قلته بالنسبه للانتخابات البلديه انت تركز فقط على الانماء والانماء والانماء وابعاد السياسه شكرا لك شكرا لك شكرا لكم ايضا مشاهدينا نشرة اخباريه بعد قليل والى اللقاء